السلام عليكم، معكم صفية القميري في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو فهو موجه بالنسبة للناس، يعني بالأخص الناس اللي عندهم العام الأول يعني S1 في لافاك، وحتى يعني اللي عندهم العام الثاني وعندهم بعض المشاكل، ولا حتى الناس اللي كيقراو يعني اللي داروا المدارس يعني بحال FST PSG إلى غير ذلك. فهذا الفيديو فموجه للناس اللي عندهم العام الاول، وكذلك حتى الناس اللي عندهم العام الثاني وباقي عندهم بعض المشاكل. فاول حاجه كننصحك بها، الا كنتي ما يعني غادي في الطريق ولا شي حاجه، فما تفرجش في هذا الفيديو حتى تكون جالس وتكونسونطرا مع الفيديو وسمع مزيان يعني هذا الشيء اللي غنقول لك، حيت ما بغيتكش تطيح في نفس المشكل اللي طاحوا فيه بزاف الطلبه ومنهم انا بطبيعه الحال. يعني خاصك تمشي مجد لافاك. فاول حاجه الا كنتي اول مره كتشوف هاد لاشين يوتيوب، ما فيها باس انك تهبط دير واحد اشتراك ودير واحد لايك باش كتشجعنا نعطيو اكثر. اول حاجه اللي انا عارف الاكثريه منكم يعني اللي خداو الباك هاد العام، فالنقطه ديالهم هي اللي ما ساعدتهمش انهم باش ما يديروا مدارس يعني عليا الى غير ذلك، ولا حتى يعني النقطه ديالهم هي اللي خلاتهم يديروا الجامعه. انا كنهضر يعني حتى الناس اللي داروا يعني عندهم نقطه عاليه وداروا FST PSG يعني، فماشي مشكل يعني انا هاد النصائح اللي غنعطيكم يعني مختلطه ما بين الجامعه وحتى المدارس. انا كنهضر على الناس اللي غيمشيو لافاك، يعني ان النقطه ديالهم هي اللي ما خلاتش لهم انهم يمشيو للمدارس وجاو يديروا الجامعه. يعني حاول تحيد منك هذيك الفكره، يعني اختار الشعبه او التخصص يعني اللي غترتاح فيه في الجامعه وديرو، واخا تشوف صحابك داروا هذاك التخصص يعني شي تخصص اللي ما غيعجبك انت وقالوا لك راه فيه افاق وفيه هذا، ما تبعهمش. يعني اختار التخصص اللي غترتاح فيه انت، حيت الحاجه كل ما كترتاح في الحاجه كل ما كتعطي فيها اكثر. هذه النصيحه الاولى، يعني حيد منك من البال ديالك ديك الفكره ديال انك يعني مشيتي مع صحابك على اساس انك تدوز الوقت، ولا اساس مشيتي لهذيك الدومين يعني مثلا مشيتي لواحد التخصص ان باش العائله ديالك راه مشى لواحد التخصص اللي هو مزيان وانه راه قراي وهادي 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 وهادي. المهم حيد من بالك ديك الفكره وركز على الحوايج اللي غينفعوك مستقبلا. يعني ما عمرك تسمع لبنادم، يعني سمع لبنادم النصائح وما تبقاش يعني ديها في بنادم مثلا شي حاجه اللي قالها لك ديرها. حاول حتى تفكر بالعقل ديالك، مثلا هو قال لك غنديروا الشيمي، ماشي تمشي دير معاه الشيمي، فكر شوف انت واش كتبغي ديك الماده ما كتبغيهاش. قال لك مثلا حنا غنديروا مثلا لا بيولوجي، لا بيولوجي شوف انت يعني واش كتبغي تبحث على داك الشيء، كتبغي تخدم في هذا يعني الافاق ديالها، كتبغي دير يعني بزاف الحوايج كاينين. قال لك نديروا القانون، يعني حتى واحد ما تبعيه في الهضره ديالو. حاول دير داك الشيء اللي قال لك راسك، وسمع بطبيعه الحال النصائح، يعني النصائح حاول تسمعهم باش هكا يعني يعني كتقنع راسك بان غتقرا. يعني اول حاجه يعني فاش تمشي تقرا حيد ديك الفكره السلبيه ديالك بلي ان لافاك ما فيهاش قرايه وفيها غتفليا الى غير ذلك. يعني حيد من بالك ان لافاك الى قريتي مزيان راك توصل. واخا دوزنا الفكره الاولى او النصيحه الاولى انك دير التخصص اللي بغيتي وما ديهاش في الهضره ديال بنادم اللي كيبقى غير هضر هضر هضر. اول حاجه حنا النهار الاول مثلا غندخل لونفي، ادخل لونفي اللي هو قلنا بحال نقولوا هو واحد قسم اللي كبير، نتوما كنتو كتقولوا اقسام في الليسي الى غير ذلك، فحنا كنقولوا لونفي. يعني لونفي هو واحد القسم اللي كبير فيه بنادم بزاف، يعني غتدخل غتلقى بنادم بزاف، غتلقى يعني 600 واحد 700 واحد، وان هذيك 700 واحد حتى واحد ما مسوق للاستاذ، الاستاذ كيقرا كيقرا بحال هكا بحال كيغني لك، وحتى واحد ما مسوق شي بارك يعني مكونيكطي شي بارك، يعني كل واشنو كيدير، كاين اللي كيلعب كاين اللي ناعس كل واشنو كيدير. فانت يعني انت ولا انت فما تمشيش معاهم في هذاك يعني في هذاك الاتجاه، ما تمشيش معاهم هما كيديروا داك الشيء، حاول انت تشوف العقل ديالك اشنو غيدير. يعني انا عارف راه الاكثريه منكم يعني راه حنا يعني كنعيشوا غير في المغرب، يعني الاكثريه منكم غادي يمشي مع داك الشيء، ولكن حاول تقنع راسك بانك يعني خاصك تبني مستقبلك. يعني ما تمشيش معاهم في داك الشيء، ولكن هذا خطا كبير. يعني الاكثريه كيمشي معاهم في داك الشيء كيقول راه الاكثريه يعني كيدير داك الشيء راه انا خاصني نديرو، ما خاصكش دير داك الشيء. يعني خاصك تقنع راسك بلي انك داخل تستافد، وواحد شويه غتخرج غتمشي لداركم، يعني وداخل باش تبني المستقبل ديالك يعني من بعد، ماشي غادي تبقى مع عند اللي بنادم كاين يعني اللي كما كنقولوا كاين اللي كيكون ضامن يعني ان هذيك لافاك جا غير باش يستريح فيها، ضامن انه غيخدم مع الاب ديالو عنده شي حاجه يعني عنده فلوس ولا عنده شي حاجه بحال هكا وغيفتح ليه شي مشروع ولا شي حاجه. فما تعانش بنادم، انك داخل غادي تستافد، دخل تستافد، ما تدخلش تضيع الوقت ولو ثانيه من الحياه ديالك. يعني بلي غتخرج برا راك ما تضحك راك ما تلعب. والحاجه المهمه اللي نوصيكم بها خلي حتى الاخر ونقولها لكم، هذه يعني المهم الحاجه الاهم، انك فاش تدخل لونفي ما تتبعش بنادم، هذه النصيحه الثانيه. نزيدوا النصيحه الثالثه،
والحاجه الخايبه في لافاك هو انهم ما كيديروش يعني الغياب. هذه هي الحاجه يعني اللي خايبه في لافاك وكتخلي كل شيء انه كيبقى يغيب حصه مورا حصه وان يعني فاش كتغيب الحصه الاولى راه الحصه الثانيه مستحيل واش تفهم شي حاجه. يعني فاش كتغيب الحصه الاولى كتدخل الحصه الثانيه ما كتفهم حتى حاجه، يعني الاستاذ ما كتفهميش اشنو كيقول بالضبط، يعني كتدوخ صافي كتمشي كتغيب داك الحصص كاملين اللي جايين كتقول صافي انا ما فهمتش هاد الحصه اذا غنمشي حتى يقرب ليكزام وعنجي. فاش كتجي ليكزام راك ما موجد والو، كون اكيد انك ما غدير حتى شي حاجه وما غتفاليدي والو وغتبقى في لافاك تما. يعني على الاقل خاصك ضروري تحضر الحصه مورا حصه. يعني انا عارف مثلا الناس اللي عندهم القانون اللي كيقراو القانون انه الناس يعني يكفي انك تمشي تحفظ ولا كيكونوا يعني واقيلا عندكم محاضرات الى غير ذلك خاصكم تحضروا ليهم، ولكن الناس اللي كيكونوا علميين بحال البيولوجي بحال الشيمي بحال الفيزياء، فعلى الاقل نتوما يعني ماشي بالضروري انكم تحضروا الكور اللي هو الدرس، يعني ماشي بالضروري انك تحضروا ليه، وانما هو خاصكم بالضروري انكم تحضروا الطبي مهم، ان الطبي كيكون عليه يعني واحد النسبه انكم كيحطوا لكم شي شويه يعني باش كيعاونوكم انك يعني باش في ليكزام كيعاونك شي شويه. وضروري من التمارين، ضروري التمارين الا ما حضرتيش ليهم يعني لي طرافو ديريجي ضروري ما تحضر ليهم، الا ما حضرتيش ليهم ما غاديش تعرف تخدم حتى شي اكزام. راه انا كنعرف شخصيا انا بيدي انا قريت اس 1 اس 2 اس 3 بزاف يعني الاعوام خصوصا يعني في الاس 1، فراه التمرين هو يعني اللي كيحط لك الاستاذ يا اما كيحطه متشابه معاه. انا كنهضر على الناس العلميين، انا ما الادبيين انا ما قريتش اداب، كنهضر على الناس العلميين انه الا ما قريتيش يعني الا ما عرفتيش تخرج لي تي دي اللي دار معاك البروف فراه ليكزام ما غاديش تعرف فيه والو، حيت داكشي اللي كيدير معاك في التي دي هو نفسه كتلقاه في لي زيكزام. هو شحال من مره شحال من استاذ كيعاود شحال من تمرين كيعاود تنيط النقاط كيكون هو اللي دارو في التي دي وكيعاود يحطو لك في ليكزام، راه مستحيل انك ما تجيبش هذيك 8 نقاط وكيبقاو لك اخرين كتلعب عليه. يعني راه الفاليداسيون على 10 وهانت فاليديتي الموديل وتهنيتي. يعني انا شحال من مره كنلقى شحال من تمرين معاود، تقدر مثلا تخدم غير 4 ليكزام غتلقى جوج تمارين معاودين في كل ليكزام، يعني يكفي انك تخدم امتحانات ولي تيدي. انا كنهضر على الناس العلميين، يعني يكفي تخدم امتحانات ولي تيدي والكور ما فيها باس انك تطلع عليه مره لان كيكونوا فيه دي شيما الى غير ذلك، يعني ضروري انك ما تدخل التيدي. الامتحانات ضروري انك ما تشوف يعني الامتحانات تخدمو مزيان، يعني سواء يعني وتشوف هذوك الامتحانات اللي كيحط الاستاذ ديالك، يعني ماشي تشوف امتحانات ديال لافاك اخرى ولا شي لافاك مثلا انت كتقرا في كازابلانكا وغتشوف يعني امتحانات ديال اكادير ولا ديال وجده الى غير ذلك، شوف امتحانات ديال داك الاستاذ اللي كيقريك في لافاك نيت. هذه النقطه شفناها مهمه. النقطه الاخرى هي شوف شي دري يكون معاود العام ولا بنت ولا اي غير ذلك، المهم تصاحب معاه قول لي يعطيني الامتحانات اللي دازو ديال الاعوام اللي فاتوا، وغادي تلقى عنده بزاف لانه كان ديجا كيوجد الامتحانات العام اللي فات. ماشي تصاحب مع واحد معاود العام انه ما كيقرا حتى شي حاجه غا كيجي، يعني معاود العام انه قال لي غير داك الموديل ولا انه خدم مزيان ولكن ما توصلش المعدل انه جاب غير 9 ولا 8 الى غير ذلك، وعاود العام ما فيها باس، يعني غادي يعطيك امتحانات وغادي ينفعك مزيان. ولكن انا ماشي ما كنقول لكم زعما ان القرايه ما صعيباش في لافاك ولا شي حاجه، راه القرايه في لافاك يعني راه صعيبه، يعني لافاك خاصك تكون يعني صبور وقوي بزاف وتقاتل وانك ما تعولش على الاستاذ انه هو اللي يعطيك المعلومه كامله، وانما خاصك تقلب انت على المعلومه راسك وتبحث وتقلب. يعني هادشي اللي كتبغي لافاك انك تبغي خاصك تعتمد على راسك، يعني اي حاجه ديرها لراسك. وحاجه اخرى يعني قلنا كما قلنا سبقنا قلنا ما تسمعش لهضره بنادم، وحتى الحاجه الاخرى انك ما تسمعش شي دري مثلا كيقول لك هذا الاستاذ راه والله لا دخلتي عنده داك المدير والله لا فاليديتي، راه امبوسيبل يعني ما تفاليديش. علاش الناس اللي كيفاليديو عنده علاش هو اللي حابس كل شيء، راه واخا ما يكونش فاليدي عنده انت غادي تقدر تخدم غادي تفاليدي عنده ان شاء الله. يعني ما تسمعش لهذه الهضره ياك، وان يعني واخا تكون انك ديجا كنتي كتقرا في الليسي مزيان وتجي لافاك تقول راه غندير نفس الشيء، راه الا ما خدمتيش في لافاك راه والله ما تفاليدي. هذه راه حاجه باينه وان الناس اللي دايزين من لافاك راه عارفين هذا الشيء. يعني والحاجه المهمه وهذه الكل شيء كيلعب عليها انك ضروري ما تحاول تجيب فوق 12 يعني في اي سيمستر، تقاتل انك المهم تجيب فوق 12 باش على الاقل تجيب هذيك 11 12 على الاقل. حيت علاش
اكثريه المدارس دابا كما كتشوفوا ان اكثريه المدارس كيطلبوا لا نوت، وانك يعني فاش كتمشي دير مثلا لا بيولوجي او الشيمي، كيف البيولوجي انا كنت دايرها، يعني فاش كدير لا بيولوجي ولا هذا خاص ضروري تكون عندك واحد النقطه على الاقل تكون عندك 13 14، عين كانت عندك 15 كون اكيد انك غتقبل في المدارس اللي تقبلوا فيه الناس اللي عندهم 18 19 من الباك. راه ديجا كنا حاطين يعني دي فيديوهات انك كيفاش تدخل المدرسه العسكريه للصحه العسكريه عفوا، كيفاش تدخل المدرسه ديال كليه الطب والصيدله يعني بالبيولوجي والشيمي الى غير ذلك، يعني خاصك غير تكون عندك لا نوت ولا مويان فوالا ولا سيكل دانجينيور، المهم خاصك تكون على الاقل ضمن النقاط ديالك انك تكون عندك نقاط طالعه شويه، ماشي طالعه بزاف وانما 12 13 صافي راك عندك نقاط مزيانه في لافاك. ها النقطة دزنا عليها. النقطة المهمة الدراري اللي ما كان عليا نقولها لكم في الأول، هو دائما فاش تجي في لافاك ما عمرك تجلس اللور، دائما حاول تجلس القدام. تجلس القدام علاش غتجلس القدام؟ لأن يعني حاول تجيب كري واحد شوية فاش تجلس القدام، لأن هذوك الناس اللي جالسين القدام كلهم باغيين يقراو وباغيين يوصلوا وباغيين يحققوا يعني داك الشيء اللي بغاو، يعني إلا جلستي اللور غتلقى غير هذوك اللي ما باغيينش يقراو. وباش كتجلس قدام أنك كتعرف على ناس يعني باغيين يقراو وكتلقاهم يعني كيهضروا بيناتهم، حنا غنديروا جروب غنديروا جروب، كدير جروب بيناتهم يعني واخا تكون انت اصلا ناقص شويه يعني ما كتقراش، ماشي ما كاين شي واحد ناقص في هذا الوقت، يعني خاصك غير تخدم العقل ديالك. كيولوا دايرين جروب بيناتهم، هذه المعلومه ما فهمتهاش، واحد كيشرح لك وواحد كيشرح لك من واحد كيشرح لك من واحد الاوديو، وكيصيفطوا لكم امتحانات واحد الامتحان تصحين، يعني واحد كيقلب من واحد كيقلب من، كتولوا دايرين جروب بيناتكم ديال الناس القرايه، وهكا يعني كتمشي معاهم في الاتجاه الصحيح، ماشي تمشي مع الدراري اللي غنديروا حق جروب كيبقاو يلوحوا الفيديو يبقاو يضحكوا عليه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني حاول دائما تفادى هذا المشكل وتجلس لقدام. والنصيحه اللي مهمه، يعني ضروري ما تشري دفتر وتبقى دير فيه تلاخيص ديالك، يعني كيما كنت كندير انا، دير دي شيماق، يعني الدرس حاول تاخذه بسهوله، ماشي تاخذ الدرس معقد وانك انت ما مرتاحش وكتقول هذا الشيء طويل بزاف وهادي 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 وهادي، دير واحد الشيماق. يعني فاش كدير هذيك الشيماق راه كترسخ لك في العقل ديالك، وما تحفظش من البوليكوب، حيت البوليكوب الا حفظتي منه راه شويه غادي تنسى، حيت انا عارف هذا الشيء، البوليكوب راه كيجيك طويل وصعيب انك تحفظ منه. يعني فاش كدير الشيماق، الشيماق كتحطها قدامك، يعني يكفي انك كتبقى مرسخ لك في العقل ديالك، يعني واخا كتمشي ليكزام وكتكون نسيتي شي حاجه كتبقى تفكر ديك الشيماء منين دازت هذه منين دازت هذا شنو، بحال داك الشيء اللي كنت قريته في الباك الناس تيقراو اس في تي، يعني انحلال الجليكوز اللي كيدوز جبيله شفافه الى غير ذلك، بحال داك الشيء صافي كتبقى عندك الفكره مزيانه ديال داك الموديل. والنصيحة تقريبا ما قبل الأخرى هو أنك دير وقت للمراجعة، دير وقت زمني للمراجعة ديالك، يعني باش ما يجيش فين يوصل الامتحان ديالك يلقاك أنك تقريبا ساليتي الموديل. ضروري ما دير وقت المراجعة، ماشي الموديل واحد وإنما غتسالي كاع لي موديل إن شاء الله، يعني وقت المراجعة مهم. يعني تقريبا هادو هما النصائح كاملة اللي يمكن أنكم تاخذوهم، يعني أي سيمانة، يعني أي سيمانة دازت حاول تجلس مع راسك قول شنو درت فيها. يعني هادشي كنهضر على الناس اللي غادي تبداو ديك الساعة تقراو، ماشي دابا في العطلة، العطلة راه بطبيعة الحال حاول تقلب كذلك إلى غير ذلك، تبحث وتبقى تقلب تطور المستوى ديالك. المهم في وقت القراية أي سيمانة دازت حاول تعرف تقول أشنو درت في هاد السيمانة، باش أن ما يجي فين يسالي العام ماشي تندم في الأخر تقول أنا ما فاليديش والو، في الأخر غتمشي دير ليستية إلى غير ذلك، وتبقاو تضاربو وتخسر فلوس الوقت ديالك تضيع. هادشي كامل يعني نتوما كتعرفوه، وبالنسبه لي ما كنتوش كتعرفوه انكم حتى غتعرفوه، يعني لان لافاك كتبغي بنادم يكون قوي ويخدم مزيان ويكون صبار، لان كل ما اختاريتي داك التخصص وانك كترتاح فيه وان شاء الله غادي تنجح فيه وغادي توصل لداك الشيء اللي بغيتي. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، الا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الناس يعني اللي قراب ليكم، ولا الناس اللي يلا طالعين مساكين وما عارفين والو، ولا يعني حتى الناس اللي دازوا اللي عندهم العام الثاني ومازال ما عارفين حتى هاد النصائح كامله، فراه هاد يعني هاد لا فيديو غادي يبدل الفكره ديالكم يعني لا لافاك ولا لا، راه لافاك والله القسم لافاك انا كنعاود نقول لكم، وخصوص يعني لافاك سيونس، راه لافاك سيونس والله خدمتي حتى توصل لشي حوايج يعني ما وصلش ليهم واحد دار يعني خدا الباك ديالو ب 15 ولا 16 ولا، راه يعني لافاك كتبغي الخدمه. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائما، نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله مع موضوع جديد.